السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، اموركم مزيان؟ كيف ما كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم اللي هو عباره على بليغات كيجيو رائعين جدا واقتصاديين وسهلين، يعني ماشي بحال الشباكيه، ما كاين لا شباك ولا والو. مهم، ندوزوا ان شاء الله المقادير ونبداو على بركه الله. بركه الله كنحتاجوا 750 غرام ديال الدقيق الابيض، كنحتاجو المعلقة ديال الملحة، كنحتاجو 250 غرام ديال الجنجلان محمر، كنحتاجو البيضة، كنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة دايبة، كنحتاجو الماء الكافي اللي غيجمع لينا العجينة يعني الماء دافي، وكنحتاجو راس المعلقة ديال خميرة الحلوى اللي في المغرب يديرو نصف الكمية ديال خميرة الحلوى ديال 7 غرام، يعني يديرو نصها. صافي، نبداو على بركه الله. بسم الله. المهم كنديروا هنايا الجنجلان، غادي نخلطوه مع الدقيق كما كتشوفوا، ودرنا معلقه ديال الملحه، يعني بحال الا باغي نديروا القياس ديال الخبز، يعني الملحه ها هي معلقه ديال الملحه. خلطوا كل جيدا. صافي، غادي نديرو الزبده دايبه. خميره الحلوى غنديروها في الجن غير شويه. غادي نديرو بيضه كامله، غادي نخلطو الكل جيدا، وغادي نجمعوها بالماء دافي. هذه ما كتطلبش لينا بزاف ديال المقادير بزاف، صراحه كتجي زوينه، يعني كتجي بنينه بالمذاق ديال الجنجلان. بما اني درت شباكيه يعني فيها القوام، كان هنا كنكتفي غير بالجنجلان وهاد المقادير اللي شفتو معايا. غنخلي لكم صندوق الوصف الشباكيه، ونخلي لكم حتى العسل، حتى هو غنخلي لكم في صندوق الوصف طريقه تحضير العسل. صافي، غادي نجمعوها مزيان، غنجمعوها بالماء دافي، والعجينه ديالها خاصها تكون قاصحه، ما تكونش مرخوفه، تكون جامعه راسها مزيان باش كتجينا هشيشه وزوينه. المهم كما كتشوفوا جمعنا العجينه، خاصها تكون قاصحه، ما تكونش رطبه، يعني تكون غير مجموعه مزيان. صافي صافي، دابا غنقسموها ونديروها في البلاستيكات وعاد نبداو نسرحو فيها. المهم انتما معايا، من بعد البنات كنسرحوا العجينه. انتما شوفوا كتشوفوا يعني السمك ديالها ما كتكونش غليظه بزاف. وبالنسبه لهاد العجين يعني ما كنحتاجوش اننا نرشو الدقيق. صافي، كنقطعو بالجراره. هنايا هنا سرحنا غير بالدلاك، يعني ما احتاجيناش الماكينه. صافي، وكنبداو نقطعو بحال ما هكايا. صراحة يعني طريقة جد سهلة. بالنسبة للعجين ديالها يعني اقتصادية كيف ما شفتو معايا، ما كتطلبش بزاف ديال المقادير، وصراحة كتوجد دغيا، يعني ما كتطلبش بزاف ديال الوقت، ماشي بحال الشباكية كنبقاو نشبكو. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني خصكم غير تقبسوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم في القليان. صافي، يعني طريقه جد سهله، بحال اللي ما كتعرفش تشبك يعني تحاول دير غير هاد الطريقه هذه. حنا راه صيبنا نتوما كيف ما كتشوفوا، كنستمروا على نفس الطريقه حتى كنكملوهم كاملين. صافي، ثم الى القلي. مولاي كيف ما كتشوف الشباكيه ديالنا هي البليغه، انا مول كنقول الشباكيه. ما تخافوش من البنات في القليان، يعني ماشي بحال الشباكيه يعني كتكيسوا عليها باش
غير باش ما تقطعش لينا ولا داك هذا. هذه لا هذه واخا كتشوفوا ديك الكشكوشه اللي كاينه من الفوق يعني راه غير ديال الزبده. بالنسبه للشباكيه ديالنا ملي كتقلى كيكون اللون ديالها بحال ما هكا ذهبي. مازال ملي غنديروها في العسل غادي تعطي لون اخر يعني غادي اللون ديالها غادي يولي مغموق شويه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا هنا درتها في العسل يعني العسل كيكون بارد. المهم كنخلي هذه القليه الاخرى اللي درت خليت انا مازال تشرب العسل ديالها صافي وكنصفي هنا. اللي بغى يرشها بجنجلان يرشها، اللي عند اللي في استطاعته انه يدير اللوز يعني كيبقى حسب الطريقه. بالنسبه للبليغه ديالنا كيف ما كتشوفوا كنقدمهم على هذا الشكل هذا كيجيو رائعين جدا. كنتمنى تجربوهم وإلا عجبوكم ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى الفيديو الجاي مع السلامه.